وقبل ما نوصل لمساحتنا الأخيرة خلينا نروح ونتعرف على أحوال الطقس خلال الأيام القادمة، خصوصا مع بدء فصل الشتاء رسميا. لهيك معنا عبر الاتصال الهاتفي المتنبئ الجوي حسان جردي. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. يسعد صباحك. يا هلا. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك. من خلال تواجدك معنا اليوم عبر الاتصال خلينا نعرف أكثر كيف حتكون حال الطقس بالأيام المقبلة. هيك حيكون في أمطار منخفضات؟ عم نشعر اليوم ببرد كثير قوي. اليوم هي بلشت المربعينية بس ما بعرف إذا تقديريا صح، يعني من يومين بداية الأخبارية السورية فصل الشتاء بلش بتاريخ 21 من شهر. أول أيام فصل الشتاء كان هو 22 شهر، وبداية مربعانية الشتاء. فصل الشتاء اللي بينقسم إلى قسمين، مربعانية الشتاء وخمسانية الشتاء. مربعانية بتبلش ب 21 شهر وبتخلص تقريبا ب 30 أو 31 كان أول، وهي القسم الأشد برودة من فصل الشتاء والأكثر انخفاض لدرجات حرارة وتأثر بالمنخفضات الجوية. هلا بشكل عام نحن ضمن الأيام الأولى الشتاء، امبارح كان في بطولات مصريه كانت بسرغايه 4 ملي متر، ب 3 ملي متر بمحافظه حماه تقريبا 1 ملي متر. الهطولات كانت محصوره بالقلمون واجزاء من المنطقه الوسطى. الطقس بشكل عام عم يتاثر بانخفاض ضعيف لمنخفض جو سطحي عم يترافق مع تيارات شماليه غربيه في طبقات الجو العليا. الجو بشكل عام بين الصحو والغائم بيتحول خلال ساعات المساء فوق المنطقه الساحليه الى غائم، لتصبح الفرصة بإذن الله مهيئة لهبط زخات من المطر فوق هذه المناطق. نحن رح نتأثر بحالة من عدم استقرار من متوسطة إلى ضعيفة الشتاء، تؤدي إلى هطولات مطرية بتبلش من اليوم المساء بالساحل السوري، وخلال ساعات الليل والصباح الباكر بتمتد بإذن الله إلى أغلب المناطق. الهطولات بتكون غزيرة ببعض الأحيان. اليوم الحرارات بتضل حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، وخلال ساعات الليل بأغلب المناطق بتكون الأجواء باردة بشكل عام. بنحذر من حدوث صقيع فوق المرتفعات الجبلية وتشكل ضباب الكثيف خلال ساعات الليل والصباح الباكر بأغلب المناطق الداخلية. الهطولات بكرة بتكون بأغلب المناطق، بتصل بالغزارة ببعض الأحيان، بتميل درجة الحرارة للانخفاض أحيانا لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل من ثلاثة فترة من السنة. الأجواء بتضل مستمرة معنا حتى تقريبا نهار الاثنين الظهر، بعدين بتبلش الأجواء تستقر. نهار الاثنين الثلاثاء بتكون اجواء مستقرة بشكل عام، حرارات بتميل للارتفاع وتكون حول المعدل، بعدين ترجع نهاية الاسبوع الاجواء بتتأثر بخفض ضعيف مثل هيدا المنخفض الى متوسط من الساحل والشمال، بيؤدي الى هطولات في نهار الخميس بتكون باغلب المناطق باذن الله تعالى، بس بتبلش نهار الاربعاء مساء باغلب المناطق الشمالية والساحلية. والريح عم تكون غربية لجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة مياه البحر 19 درجة مئوية. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق اليوم 14.5، القنيطرة 12.6، القلمون المرتفعات الجبلية 8.4، درعا 15.6، سويداء 11.6، المنطقة الوسطى حمص وحماة 15.8، منطقة الجزيرة محافظة الحسكي 19.5، ساحل السوري اللاذقية وطرطوس 19.12، الشمال حلب وإدلب 14.5، دير الثور الرقة المنطقة الشرقية 16.8، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمة 15. نعم أستاذة حسن، خلينا هيك نرجع نأكد معلومة عن المنخفضات الجوية المتوقعة من هون لنهاية السنة. هلأ أعياد الميلاد ورأس السنة، وكثير أشخاص يعني بيحبوا يسافروا على المحافظات السورية، فخلينا نحكي وبهالأجواء الشتوية إيمت ممكن، هل متوقع يكون في منخفضات شديدة، ممكن نشهد هطولات ثلجية من هون لنهاية السنة أو بعد؟ هلا بالنسبه من هون لنهايه السنه ما فيها المنخفضات الشديده اللي حكينا عنها، حكينا عن حالتين عدم استقرار عم يكونوا من متوسطين الى ضعيفين الشده، بتكون متوسط الشده بالساحل السوري وبالمناطق الشماليه والشماليه الغربيه. اول حاله بنتاثر فيها هي اليوم، بتبلش اليوم بالمساء، بتنقص نهار الاثنين الظهر، بعدين بتستقر الاجواء نهار من الاثنين الظهر لنهار الثلاثاء، الاربعاء بتبلش الاجواء تتحول من غائمه جزئيا الى غائمه بدءا من المناطق الساحليه خلال ساعات المساء وبعض الظهر، بتكون حالة عدم الاستقرار الثانية اللي بدنا نتأثر فيها، تؤدي لها طولات مطرية، وحرارة بتكون حول المعدل أو أدنى بقليل بأغلب المناطق والمدن السورية، وخلال ساعات الليل عم تكون الأجواء باردة، تستمر حالة عدم الاستقرار الثانية أيام الأربعاء والخميس.
بعدين بترجع الاجواء بتستقر باذن الله تعالى ايام الجمعه والسبت باذن الله تعالى. يعني ما فيها الحالات المميزه اللي بدها تكون بدنا نشهدها من هون لنهايه العام، حالات عدم استقرار عم تكون متوسطه على ضعيفه بتؤدي الى هطولات مطريه بشكل عام وانخفاض ضعيف على درجات الحراره. نعم استاذ حسان الجردي المتنبي الجوي، بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها حضرتك وبنتمنى اكيد الصحه والسلامه للجميع، شكرا لك. نحن اكيد يمكن اهلا وسهلا بحضرتك.